صباح الخير، صباح الورد والياسمين. كما راكم تشوفوا اليوم بديت الروتين تاعي من 6 تاع الصباح. الخطر اليوم بنتي تقرا. اول حاجه نقوم بها بعد ما ندخل الحمام ومهم نقضي صوالحي، هي نجي للمطبخ نبدا نوجد لها الحليب نتاعها ونحضر لها اللوم جالي راح تديها كل مره وكيفاش. يعني ماشي حاجه اوبليجي تكون لازم كيف كيف، واش نقدر واش نلقى في الفريجيدير ولا نكون خبيت لها من قبل نحطو لها وخلاص. هنا بنتي تكون ناضت تدخل حاشاكم المرحاض ايضا تقضي حوايجها تغسل المهم، وانا من جهه اخرى نكون وجدت اللوم جا ندير القهوه نتاعي نشربها بعقلي. هذاك هو بنتي ثاني تشرب حليبها، بعدها مباشره تلبس نمشط لها ونخرج لبرا نستناو الطفله اللي تجي تدي بنتي باه يروحوا كيف كيف مع بعضهم المدرسه. طبعا الايام الاولى ديتها انا والزوج، بعد الايام الاخرى ولا تروح مع البنات وانا نروح نجيبها انا ولا زوجي فقط. المهم هنا كما راكم تشوفوا ضرب طلع على المزروعات تاع شيخي، هنا طليت على القارص ثاني زعما نحوس نحي لقيتو مازال ما طابش. هنا شوفوا البنات عجوز طيش تبارك البذور تاع الفقوس، يعني بدا يدير الورد وبدا ينبت، ما نعرف بلاك ينوضنا الفقوس في الشتاء ولا في الخريف ممكن. مهم هنايا يعني نعاود نولي للدار تاعي، هذه دار عجوزي كما نقولوا خاطر خليت ابني راقد. هنا بنات نحوس نعطيكم تدبيره باه تديروا تاويل لداركم. هنا عندي شيحه عندي وقت وانا مخبيتها، يعني من طهاره بني الباروك تاع بني وبزاف مصاريف اخرى مثلا عطاوني اهلي كنت خبيتهم راح نشري بهم جهاز للبيت كما قلت لكم. هنا شوفوا الحاله تاع الكوزينه تاعي، كنت مريضه كنت في حاله يعني لحد الان مازالني مريضه بصح صافا بديت نتحرك. قلت اليوم نيطواي درت تنظيف عميق يعني بصراحه. هنا كما راكم تشوفوا غسلت القش نشرته ورحت نضرب ايضا طلع على هذا الخيار عنده قريب 4 شهور ولا 5 شهور مازال ما دارش الحبات، نظن هذوما الحبات تاعو ما نعرف كي تنوض ان شاء الله راح نشاركها معكم. هنا شفت كاين ازهار تفتحوا قلت نحي واحده نطلع بها المورال نحطها في المطبخ تاعي ولا في الصالون المهم يكون قاعده. المنظر تاعها رائع، يعني هي ما عندهاش ريحه بصح منظرها رائع يشرح القلب كما تشوفوا. هذا مسك الليل ايضا عرسو الشيخ تاعي تحت في الحوش، لقيت فيه زوج حبات زريعه نحيتهم نمدهم لماما تزرعهم قدام الدار. المهم كاين ايضا نعناع نموت على النعناع، البنات نموت عليه عشق يعني النعناع نقدر نستعمله في المراقي نستعمله تيزانة نستعمله كلش يعني النعناع روعه حتى ناكلو هكذاك حشيش. هنا البنات كما راكم تشوفوا جبت هذا البلاره نتاع نسكافيه راح ندير فيها هذيك الورده اللي نحيتها تمد منظر رائع. كما راكم تشوفوا هذيك البابيونه البنات انا اللي خدمتها حطيتها زعما هكا زعما قدام الورده. المهم هنايا بديت في الكوزينه كنت غسلت الماعن بديت ننظف البيترا تاعي، عندي وقت ما نظفتهاش بصراحه كنت دايرت لها هذاك النيلون تاع المطبخ من بعد نحيتو لها حسيت بلي بدات تضبب لي، يعني دوك نعاود نشري ونعاود نغلفها خير باه نضمن تبقى لي شويه جديده. الكوزينيير هذا ثاني راح نحكو كامل ننظفو ونحط كل حاجه في بلاصتها بهذا الشكل. عندي هذا الكويزينير هذا الصغير ثاني تاع الغاز قديم هو قديم بزاف كي شاركته معكم من قبل، يعني وتباتي تحكي فيه ما يطيرلوش. المهم درت واش نقدر. هنايا راح ديريكتوم الغداء، هنا راح ندير بركوكس درت البصله كما تشوفوا ورحيت كلش ضربه فريده ما حبيتش نعيا كما قلت لكم راني مريضه عندي الحساسيه يعني ما نستحملش ونطول في بلاصه نيفيسي السيل عينية راهم يضروني بزاف لما لا غير ندي باني وخلاص. بصح مهم حاجة حامية اللي تحمي ولادي والزوج تاعي في هذا البرد وانا ايضا باه نرتاح. كما راكم تشوفوا المكونات هذه يعني كل واحد وكيفاش يطيب العيش نتاعو ولا بركوكس تاعو، المهم العائله نتاعك تاكلو وخلاص. انا لحت كامل في لحتهم كامل في هاد لاشوار رحيتهم وحطيتهم يتحمصوا بلا الحم بنات كيما تقول امسامي هي تقول هجاله هكذا قدرت انا بركوكس هجال. هنايا من ناحيه اخرى قررت نبدل الشومبره تاع ولادي وين كان الصالو لخاطر تضرب فيه الشمس هذيك الشومبره وين كانت الصالو الشومبره تاعهم ما تضربش فيها الشمس جايه كيما نقولوا في جايه شومبرتهم في القرنيه. هنا البنات نخليكم ونقول لكم باي باي.